اللقاء التنسيقي حول البرنامج الوطني لتشجيع المرأة الماكثة بالبيت ينطلق اليوم. معنا مباشرة لتغطية الحدث الزميل مالك زاجولي. مالك، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. نعم، ماذا لديك مالك وأنت مرفوق بوزيرة التضامن الوطني؟ نعم، بعد سلسلة اللقاءات لعدد كثير من الولايات لبحث إشكالية إدماج المرأة الماكثة في البيت في الإنتاج الوطني، خاصة المرأة المتواجدة في الريف وفي مناطق الظل، هو عامل مهم من أجل تدعيم الاقتصاد الوطني. يتحضر معي وزيرة التضامن الوطني والأسرة كوثر كريكو لإعطائنا المزيد من التفاصيل، لأنها كانت في تلك الزيارات الماراثونية لعدد من الولايات ووقفت على واقع المرأة الماكثة بالبيت وأهم انشغالاتها. صباح الخير. سيدة الوزيرة، يعني بعد تلك الزيارات اليوم يأتي هذا اللقاء التنسيقي، يعني كيف ترون مستقبل المرأة الماكثة بالبيت والاقتصاد الوطني؟ إذن تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية في اجتماع الوزراء الأخير المنعقد في 3 جانفي فيما يخص تكثيف جهود الحكومة من أجل دعم انخراط المرأة الماكثة في البيت في الإنتاج الوطني والاقتصاد الوطني، فباشرنا بالعديد من الزيارات التفقدية على المستوى الوطني للعديد من الولايات بالتنسيق مع زميلي وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، وكذلك بالتنسيق مع زملائي آخرين من القطاعات المختلفة من أجل الاطلاع على مختلف انشغالات المرأة الماكثة في البيت وكذلك المرأة الريفية في خاصة في المناطق النائية ورصد احتياجاتها، وكذلك العمل على رصد أهم النشاطات التي تقبل عليها المرأة الماكثة في البيت على المستوى الوطني. واستطعنا يعني رصد هذه الاحتياجات وقمنا بإجراءات استباقية كقطاع للتضامن الوطني وكذلك قطاع للسياحة من أجل عمليات تحسيسية على مستوى المناطق النائية بآليات دعم الدولة، وتوجت هذه الزيارات اليوم بعقد الاجتماع التنسيقي بين مختلف القطاعات من أجل ضبط برنامج عملي موحد قطاعي على كل المستويات وكل في اختصاصه من أجل التكفل بهذه الانشغالات ودعم انخراط المرأة في الاقتصاد الوطني طبعا على المدى الطويل، كل في اختصاصه سواء كان من حيث التكوين، المرافقة، الدعم والتسويق. نعم، كما يحضر معي وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو. ربما المرأة الماكثة بالبيت ميالة للصناعة التقليدية، وهذا القطاع ترتكز فيه كثير من النشاطات ويحمل عدة قيم ثقافية واقتصادية. نعم سيد الوزير، كيف ترون هذا اللقاء التنسيقي وما هي أهم الآليات التي ستكون؟ شكرا. أولا هذا اللقاء يعني ينعقد اليوم بعد عدة جولات على مستوى الوطن من أجل يعني الاطلاع ميدانيا على كل المشاكل التي تعيق التنمية محليا وخاصة المرأة الماكثة في البيت، لأن الدولة الجزائرية دارت آليات عديدة من أجل رفع مستوى المعيشي للأسر سواء في الريف أو المرأة الماكثة في البيت أو مناطق الظل، باش المرأة تنشئ مؤسسات مصغرة سواء في الصناعة التقليدية أو الفلاحة أو أي نشاط يمكن يدعم المدخول الشهري للأسرة من أجل الرفاهية، من أجل يعني خلق مناصب عمل جديدة الأسرية. لذا اليوم يعني نجتمع إن شاء الله باش نخرجوا برنامج عمل واقعي ممكن تشارك فيها عدة وزارات. لحد الآن حصينا تقريبا 11 وزارة راح تشارك في هذا العمل هذا من أجل رفع مستوى الإنتاج سواء الصناعة التقليدية أو الفلاحة أو كل الأعمال التي المرأة الماكسة في البيت والله المرأة الجامعية عندها رغبة باش ندير مؤسسة مصغرة. نحن نعطوهم كل الآليات التي دارتها الدولة سواء عن طريق لونجيم أو لونسيج سابقا أو الصندوق المنشأ حديثا
الخاص بتمويل المؤسسات الناشئة لستارت اب، هذا كل باش نعطوا كل المعلومات لبناتنا واخواتنا وامهاتنا من اجل رفع مستوى المعيشة للأسرة الجزائرية والقضاء تدريجيا على الاتكالية على الدولة من ناحية خلق مناصب شغل. شكرا. نعم، لعل أهم محور أو التحدي هو إدماج المرأة الماكثة في البيت في الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. هذه أهم المحاور التي تكلمنا عليها، وسنوافيكم في نشرتنا القادمة على أهم التفاصيل.